السعادة هدف إنساني سام تطمح إلى تحقيقه كل شعوب العالم. ففي ذات اليوم 20 مارس يحتفل العالم بيوم السعادة العالمي، منذ أعلنت هيئة الأمم المتحدة في عام 2013 الاحتفال بشكل رسمي بهذا اليوم على اعتبار أنه سبيل للاعتراف بأهمية السعادة في حياة الناس بكل أنحاء العالم. وبهذه المناسبة انضم أبطال فيلم الرسوم المتحركة السنافر إلى الاحتفال العالمي من خلال إطلاقهم حملة تهدف إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة لجعل العالم أكثر سلاماً. فتحت هاشتاجات عدة، المغردون تفاعلوا مع احتفال العالم بهذا اليوم، معتبرين أن السعادة اختيار ويتوجب علينا فعل الأشياء التي تجعلنا سعداء، ولا يجدر بالمرء أن يبحث عن سعادته في الآخرين وإلا سيجد نفسه وحيداً. وأضاف المغردون أن الحياة مليئة بالأشياء السعيدة كالأسرة والأبناء والأقارب، داعين الله عز وجل أن يسعد جميع الناس. في حين يرى المغردون أنه يجب أن تكون جميع أيامنا سعيدة عبر التعايش وتقبل الاختلافات بين البشر، فالسعادة واقع نعيشه، أن إن أسعدنا أنفسنا فهي تأتي من أفعالنا وإنعكاسنا الداخلي على العالم الخارجي بالتعامل الإيجابي.